قلنا راح نتكلم عن تفاصيل متلازمة الاحتراق الأبوي، وقلنا بدون شك أنه إحنا واجب علينا كآباء وأمهات أن إحنا نقدم كل سبل الراحة، كل شيء يحتاجونه أبنائنا، وهذا الشيء ما نختلف فيه. واجب علينا أن إحنا نقدم لهم الدراسة الجيدة، التعليم الجيد، التربية السليمة والصحيحة، تعليم المبادئ، الأخلاقيات الحسنة، العادات، التقاليد، هذه كلها واجبات لازم أن إحنا نقدمها لأبنائنا وأنهم يعيشون حياة كريمة بدون شك، ما حد يختلف هذا الموضوع. لكن مشكلة الاحتراق الأبوي أنه بالفعل أحياناً الوالدين يشعرون بعدم فعاليتهم في حياة أبنائهم، عشان كذا يحسون عادةً بمشاعر الإرهاق، مشاعر التعب، خاصة إذا كان عندهم الطفل الأول في حياتهم. هذا الشيء رح يخلق التوتر، رح يخلق القلق. موقع ويب أشار إنه الآباء ممكن يميلون إلى التركيز على احتياجات أطفالهم، وهذا الشيء طبعا خاطئ، بمعنى إنه كل القرارات المستقبلية تكون دائما متعلقة بأبنائهم، وهذا الشيء غلط. أنا من المفروض، من يفترض أنا كرب أسرة أو أنا أم مسؤولة عن أطفالي ومسؤولة عن البيت، أنه أتخذ القرارات اللي تعود بالنفع، سواء النفع اللحظي أو النفع المستقبلي على المدى البعيد للبيت وللأبناء. يعني قبل الفاصل قلت أنه أحيانا كثير نشوف مثلا أنه والله يكون مثلا في فرصة عمل خارج المنطقة أو خارج البلد، ولكن مثلا يجي اعتراض من الأبناء، لا ما نبي نغير مدارسنا، ما بيترك أصدقائي في المدرسة، ما نبي نترك البيت، ما نبي نغيره. مع العلم أنه هذا التغيير رح يكون فيه تحسين كبير جدا ونقلة، ممكن مثلا نفع مادي، نفع مستقبلي لمستقبل الأب أو الأم. فبالتالي هنا ممكن أن الأب أو الأم يتغاضون تماما عن هذا التغيير وهذه الخطوة بالتحديد عشان راحة أبنائهم. فمن الخطأ الشائع أنه إحنا نجعل كل تركيزنا على أبنائنا، أن يكون أبنائنا هم بالفعل هم محور التفكير ومحور التركيز في جميع قراراتنا. وفقا لمراجعة بحثية أجريت في عام 2020 في معاهد الصحة الوطنية NIH، وش قالوا؟ طبعا صرحوا بتصريح مهم جدا، وهذا الشيء ممكن انه يفيد كل اب وكل ام قاعدين يسمعون الان وما عندهم العلم انهم بالفعل مصابين بمتلازمة الاحتراق الابوي. قالوا انه طبعا هذه المتلازمة عادة تكون مزمنة وناتجة عن التعرض لمستويات عالية من التوتر اللي تكون مرتبطة بتربية الابناء. طبعا هذا التوتر ينتج عنه طبعا بشكل رئيسي جدا عدم التوافق بين متطلبات الأبوة والأمومة الأساسية والفعلية اللي يحتاجها أطفالنا والموارد المتاحة للآباء لتلبية هذه الطلبات. طبعا هذا الشيء رح يسبب عبء ثقيل جدا على الوالدين لفترة طويلة جدا، وهذا ممكن أن ينتج عنه خسائر عاطفية أو عقلية على المدى البعيد. طبعا موقع هيلث لاين وش قال، وضح أن الأبناء طبعا يختلفون، إلا أن الثابت هو أن العيش في حالة من التوتر الشديد لسنوات متتالية، التوتر طبعا اللي هو مبني على أساس احتياجات الأطفال أو الأبناء، طبعا هذا أمر غير طبيعي، وصفوا أنه هذا الأمر غير طبيعي تماما. عشان كذا أنه لازم الأبوان يعرفون في هذه الحالة أن بالفعل للأسف هم مصابين بمتلازمة الاحتراق الأبوي.